وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حسين علي غلوم، عضو جمعية المرصد لحقوق الإنسان. أهلا بك في نشرة الأخبار. هل لك أن توضح لنا الدور الذي يقوم به الشباب في الانتخابات، سواء في الترشيح أو التصويت أو حتى التوعية أو الرقابة؟ يا هلا فيكم. في البداية حاب أمسي عليكم بالخير والحضور الكريم ومستمعينا خلف الشاشات. الحقيقة مثل ما تعرفون مملكة البحرين ومنذ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عاهد البلاد المفدى، وانطلاق ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي عام 2002، حدثت العديد من التطورات، وهذه التطورات انعكست بالإيجاب على العملية السياسية والديمقراطية في مملكة البحرين وبالخصوص البرلمانية. للأمانة اليوم الشباب البحريني في عام 2022 ليس كالشباب في عام 2000 أو قبل عام 2000. اليوم الشباب البحريني لديه وعي سياسي كافي وجيد، بالتالي الركيزة الأساسية عند الشباب الآن والبرامج اللي يتلقونها والدعم سواء من ورشات تدريبية وبرامج مثل الشاب البرلماني ولا برلمان الشباب، وأيضا البرامج اللي تطلقها معهد التنمية السياسية مجلس النواب، كلها صبت في تكوين هذا الوعي الجيد، فانعكس بالإيجاب على دور الشاب الآن كناخب في أنه يختار النائب والمرشح المناسب على معيار الكفاءة. وننتقل لما يوصل بإذن الله الشاب أن يكون نائب في البرلمان ودوره كمرشح في أنه ينقل القضايا وهموم الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم مثل قضايا البطالة والعاطلين عن العمل والتعليم وإلى آخره. نعم. كما لا ننسى أن دور الشباب أيضا مهم في عملية التوعوية والتثقيف، كونه جانب جدا مهم. وحاب أن أذكر أن جمعية المرصد أطلقت وبالتعاون مع 6 جمعيات أهلية الحملة الوطنية الأهلية اللي هي باسم حملة شباب نصوت بهدف تثقيف وتوعية الشباب، وأنا معهم في هذه الحملة وتشرف أن أكون، وهي مستمرة في العديد من الجامعات عبر بوثات ومتطوعين وفي بعض المجمعات التجارية بهدف توعية وتثقيف الشباب في اختيار النائب على أساس معيار الكفاءة. ونوصل آخر شيء دور الشباب في المراقبة في العملية الانتخابية في الفريق الوطني للمراقبة للجمعيات الأهلية مثل جمعية المرصد وجمعية الحقوقيين، كونها تشكل ركيزة في العملية الديمقراطية وتؤسس مبدأ الشفافية. إذن دور كبير للشباب. السيد حسين علي غلوم، عضو جمعية المرصد لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.